في سياق نشر مرة أخرى، قال البنتاغون إن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس بدأ اليوم جولة تستمر 5 أيام يزور خلالها مصر والأردن وباكستان والكويت. وأضاف البنتاغون في بيان له أن ماتيس من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة زعماء كل دولة لتجديد التأكيد على التزام الولايات المتحدة الثابت بالشراكة في الشرق الأوسط وغرب إفريقيا وجنوب آسيا.